مركز ترانيم للفنون الشعبية يطلق النسخة الرابعة من مهرجان ليالي المدح في العاصمة نواكشوط. المهرجان يستمر طيلة 5 ليال بدل 3 التي طبعت دوراته الماضية بفعل ضعف التمويل. القائمون على المهرجان قالوا إنهم يعولون على المؤسسات الوطنية والشخصيات وجمهور نواكشوط في دعم وتمويل المهرجان الذي لم يحظى حتى اللحظة بدعم رسمي ولا مؤسسي رغم نجاح دوراته السابقة وتحوله إلى مهرجان قبلة لسكان العاصمة. هذه النسخة تخلد هذه السنة بطريقة خاصة، لأن هذه السنة اخترنا خلدوها مثلا اعتراف المرحوم برور عميد المدح في موريتاني ومعروف على أنه مداح من ولاية أدرار، وهي السنة حميدة عدلها مركز ترانيم اللي له سنوات. هو على أن عندنا كل سنة ونحن في نسختنا الرابعة من مهرجان ليالي المدح نقبلوا شخصية مديحية من واحدة من الولايات، سواء كانت هذه الشخصية شخصية معاصرة والله شخصية تقليدية، من أجل إحيائها والتذكير بها. فعالية الدورة الرابعة للمهرجان شملت مسابقة في ثقافة المدح حصل الفائزون فيها على جوائز قيمة، كما تم تنظيم عدة ندوات حوارية حول تاريخ المدح في موريتانيا. ومن أهم ما يميز هذه النسخة النسخة الرابعة هو تأبين الشخصية المديحية المشهورة في موريتانيا التي تسمى برور محمد محمود الذي يمدح من ولاية أدرار. هنالك أيضا مواصلة المسابقة الثقافية حول المدح التي بدأناها من النسخة الماضية، كما أننا أيضا على هامش هذه الدورة التي بدأنا بندوة فكرية كالعادة، وهذه الندوة هذه السنة كان عنوانها المدح تأصيله وخصائصه. هذا الشق الأول من هذه الندوة، والشق الثاني كان حول المدح في ولاية الشركة كنموذج. هذا ويقول القائمون على المهرجان إنهم آثروا تنظيمه في هذه الفترة بالذات إحياء لشهر رمضان الكريم وعملا بمقتضى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، واستفادة من هدي هذا الشهر الكريم حيث تتعزز فيه قيم التسامح والتآخي التي يتميز بها المجتمع الموريتاني المسلم المسالم.